لكن الزبون بقى، الزبون اللي هو المواطن اللي هو شاري وحده من مطور عقاري، هنا وضعه ايه؟ اللي هو المفروض يستلم، اللي هو مرتبط بسعر معين، هل يعني هل هنا ده حياته هتتغير؟ هل السعر لا. هيتغير؟ لا. هل المده لا. هتتغير؟ خالص خالص خالص. يمكن من مميزات الحقيقيه اللي خلت المصريين يقبلوا على قطاع التطوير العقاري وشراء الوحدات من سنوات طويله، انه معامل المخاطر والريسك اللي بيشيله المطور العقاري منفرد. وبالتالي هو بيحجز الوحده من 3 سنين من 4 سنين بالسعر، وبيدفع الاقساط وبيستمر يستلم الوحده بذات السعر. فما فيش اي مناقشه في رفع اسعار على مشتري الوحده. لكن احنا بنناقش كيف يدير هذا الملف المطور العقاري مع نفسه في إدارة هذا الإطار. هو هيدير الفاينانس بتاعه إزاي؟ وهيدير مشاريعه القادمة إزاي؟ وتعاقداته القادمة إزاي كمان؟ طبعا.